إذن القسم الثاني من المداخلة هل يساعد الدخول في النقاش على نبذ العنف؟ على وجه ذلك، فإن في مواجهة هذا الازدراء للإنسان الذي ينظر إليه على أنه مسؤول عن نفسه لأنه موهوب بالضمير والعقل، ظهر عنف آخر، هذه المرة عنف ثوري. ثم تبرز فكرة أن العنف في بعض الأحيان هو الملاذ الوحيد لمواجهة الظلم المزمن والمنهجي من قبل نظام قانوني وسياسي قائم على ازدراء كرامة الإنسان. لاحظ مع ذلك أن الممارسة الثورية للعنف غالب ما تم تحويلها إلى الإرهاب، الثورة الفرنسية بالطبع والثورة الستالينية مرة أخرى. هذا هو سبب في أن العنف هنا لا يمكن أن يكون إلا وسيلة مؤقتة أولية لإعادة الإعمار، تماما كما يجب أن يمسح العلاج المجال للنقاهة. في نهاية تفكيرنا في هذا المشكل الأول بدا لنا أنه حتى في استخدامه القانوني لا يمكن العنف أن يعالج الظلم إلا إذا تم الاعتدال فيه والنظر فيه، وإلا فإنه سيحتقر كرامة الإنسان وبالتالي يشكل أسوأ أشكال الظلم خاصة عند وقوعه بموجب القانون نفسه. لقد سمح لنا هذا التفكير في العنف بإبراز المعيار الذي لا يمكن العدالة بموجبه، ولا ينبغي أن تكون إما انتقاما عاطفيا أو مساواة باردة ومحتقرة، ولكنها عقدة حساسة حيث تكون مشاعر الإنسان على المحك وجهوده للسيطرة على عواطفه وتضمن كرامته على ضميره وعقله. فهل يساعد الدخول في النقاش على نبذ العنف؟ يسعى هذا السؤال للإجابة عليه، يسعى إلى بناء الجسور بين عالم العمل والفلسفة، وغالبا ما يقتصر على المجال الأكاديمي. المناقشة هي أن تجرى على التحدث بصوت عالي لقول أشياء ليست بالضرورة ممتعة. يجب أن تتحلى بالشجاعة بكلتا يديك لتضع إصبعك على شيء خطأ ويجب معالجته، ويجب أن يعني تكون مسؤولا ولا تعاني من الأحداث. نعم للنقاش، فهو الذي يجعل من الممكن نبذ العنف لسبب بسيط. عالم العمل غارق في الكلمات غير المعنى التي تسمم العلاقات وهي مصدر سخط بل وأزمات كارثية. مناقشة هي أن تجرى على التحدث بصوت عالي قول أشياء ليست بالضرورة ممتعة، ويجب أن تتحلى بالشجاعة بكلتا يديك لتضع إصبعك على شيء خاطئ ويجب معالجته. يجب أن تكون مسؤولا يعني ولا تعاني من الأحداث. تظاهر بعدم وجود شيء يمكن أن يكون انتحارا. هنا الناس يكونون سعداء لأولئك الذين يجرؤون على القول بصوت عال ما يلاحظه الجميع بهدوء. مناقشة أيضا هي تبادل، وحتى إذا كنت لا توافق فأنت تجادل على الأقل، فأنت تجبر نفسك على قول ما تعتقده وتبحث عن الحجج التي تصل إليك وتريد الإقناع بفضل العقل والصدق. المناقشة تعني أخيرا توضيح، يعني لأن رأيين متعارضين يجد كل منهما محامي والقرار الناتج سيكون أكثر تعديلا بشكل عام. للمناقشة لا تجعل من الممكن نبذ العنف. يعلم الجميع أن النصر ينتمي لأكثر مهارة، وهو الشخص الذي يتعامل مع الفعل بشكل أفضل، هو الذي ليكون عادل بشكل عام أو حتى للأقوى لمن يشغل موقعا في السلطة يمكنه أن يؤكده في أي وقت. بمعنى أن يعني من يقرر هو الذي يمارس السلطة. يتم إجراء مناقشات في المجتمع مقدما، بل يصادف أن تضخم النقاشات تسبب العنف، فبعضها يشبه المونولوجات، حوار الذات مع الذات، حيث لا أحد يستمع، حيث تفوح من الحجج سوء النية. يشعر بالإشمئزاز من مناقشة غير حاسمة أولئك الذين يؤمنون بإخلاص بتوضيح محتمل ويغلقون أنفسهم في صمت مليء بالغضب، ويصبحون محكمين بشكل دائم على أي مناقشة جديدة. هل يجب أن نضيف أن بعض المناقشات تزيد العنف لأن البعض غاض من عدم الإقناع والبعض الآخر يجعل الآخرين يزيدون انتصارهم وهو أمر لا يطاق؟ يعني ربما يمكن تكون يعني المناقشة يمكن أن تقلل من العنف. أولا لأن نعارض روح الهيمنة بروح الحوار. إذا كان بعض النقاشات عبارة عن معارك عقيمة مقنعة بالكاد تنتهي بقرار أقوى، فمن الممكن دائما أن تشجيع مناقشة حقيقية تكون بين المعارضة والتقارب، تحقق التقارب بين المتخاصمين. يفترض هذا مسبقا عدد معين من المتطلبات الأساسية، وهي صدق المشاركين والقيود التي ليست إلزامية. مع وجود هامش مناورة متروك لهم لتحديدها، يمكن أن تتحول المناقشة بعد ذلك إلى مفاوضات وتشاور. يمكن للمعارضين الآن أن يشتركوا في موقف منزوع السلاح، يقوم بالتقييم والوزن والذي يفضل نقاط الاتفاق. من المحتمل أيضا أنه إذا كان بإمكان شخص التعبير عن خلافه بوضوح، إذا تم الاستماع إليه ولم يتم تصوير وجهة نظره بشكل كاريكاتوري
حتى إذا كان القرار النهائي لا يسير في طريقة فسيقبله الكثير. بالمجمل المناقشة الحقيقية للاستماع وإعادة الصياغة والتعبير المدروس عن رأي المرء والتنازل عن النطاق الذي لا جدال فيه لخصم المرء مثل هذا الموقف يقوم على الاقتناع بأنه من الجدير قول ما يفكر فيه المرء إنه يكشف في أفضل الأحوال عن ذكاء اجتماعي. إذا كانت المناقشة طريقة مميزة لقرار أكثر عدل فإن المحادثة تشكله وهي ترمز إلى قمة الحضارة. هنا ينخفض مستوى الصوت والنغمة تمسح وتنخفض النغمة أيضا وتمسح المجال للروح الحزبية الطريق المتعة التبادل. نحن لا نحاول الدفاع عن وجهة نظر بقدر ما نحاول استكشافها معا. تكون المحادثة أكثر استعدادا لإبعاد أنفسنا عن العنف بدل من المناقشة. فهل يمكن أن تكون المناقشة مصدرا للحقيقة؟ إذا أظهرت المناقشة أهداف متنوعة للغاية تتراوح بين متعة التحدث إلى البحث عن الحقيقة من خلال الإغواء أو الهيمنة فإنها تظهر في نفس الوقت كما كان لتبادل الآراء ومواجهة الأفكار التي دونها لن نخرج منها صمت أو دوغمائي. لهذا السبب يمكن أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت المناقشة مصدرا للحقيقة أم أنها مصدر أو نقطة بداية أو حتى مبدأ أو سبب. فمناقشة تعني المخاطرة المتبادلة بفضح رأينا أو حكمنا على الآخرين وحصافة حججهم، وهي تدعو إلى الإيضاحات والمبرر تقدم المبررات كما أنها تشكك في رأي أو حكم الآخرين. من هذا الفوران يمكننا أن نأمل أن ننبثق الحقيقة، لكن منكم أيضا أن نخشى أن المناقشة ليست سوى مكان يتم فيه إظهار الملاحظة العارضة أو الرغبات العدائية أو طموحات الهيمنة. هل المناقشة فقط مناسبة للبحث عن الحقيقة، مناسبة يمكن تفويتها، أم أنها المكان الأساسي ولكن في ظل أي ظروف؟ هل يجب أن يواجه النقاش قواعد الخطاب والمنطق وأن يسقي بالنوايا الحسن؟ إذا هو السبب في أننا نسأل أنفسنا إلى أي مدى تكون المناقشة ضرورية للبحث عن الحقيقة وتساهم في ولادتها. ثم ما إذا كان يمكن تحريف عن هذا الغرض وتحت أي ظروف يمكن الحفاظ عليه من هذا الانحراف؟ تبدو المناقشة كمصدر الحقيقة المناقشة بقدر ما هي الكلام الضروري لفضح الحقيقة، لأن كل حقيقة تتكون في حكم على الواقع، لكن ليس من السهل الكشف عن الذات والاعتراف ببعض الكلمات يصعب فهمها. المناقشة باعتبارها تبادل الكلمات تجعل من الممكن طرح الأسئلة والأجوبة عليه، وبالتالي يسهل الاعتراف بها ويتجنب الرضا عن المونولوج سواء كان من يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره بسبب حيائه أو حياء أي شخص متردد في الكلام لأنه لا يجرؤ على التعرف على حقائق وأفكار معينة. المناقشة تساعد على بناء الثقة وتجنب الرضا عن النفس أو العكس. يمكن أن تكون المناقشة هي طريقة للحصول على اعتراف الاستجواب. يتألف نموذج قوة المناقشة هذه من هذه القوة لتوليد الحقيقة. وهذا ما ذكره يعني سقراط في بحثه عن النفس. المناقشة بقدر ما هي حرجة نقدية تتجنب الدوغمائية التي تثبت النظريات والمذاهب في الحقائق الزائفة التي لا جدال فيها. يمكن اعتبار المناقشة كنموذج للنهج الإرشادي أو العلمي. يظهر التفكير التجريبي كمناقشة بين أطروحات المقبولة والحقائق المثيرة للجدل والتي تستجيب لفرضية جديدة نفسها موضع تساؤل من خلال التجربة. ولكن إذا ظهرت المناقشة كنقطة انطلاق أو مصدر محتمل لحقيقة غير راضية عن فورية الرأي أو العقيدة فيمكن أن تتلوث أو تحرف عن طريق الأكاذيب والتلاعب الخطابي وتصبح وسيلة للعنف أو أداة له أداة في البحث عن السلطة. يصبح السؤال هل المناقش في حد ذاته غير قادر على إنتاج الحقيقة أم أن هذا الانحراف فقدان الحقيقة هذا هو مجرد انحراف خارجي لطبيعة المناقشة ذاتها. ثانيا المناقشة ليست مصدر الحقيقة أو على الأقل هذا المصدر هش وحساس يعني يمكن يعني تبكيته. قد تكون المناقشة مجرد حديث قصير لا تكون الحقيقة فيه شغل الشغل، والأهم من ذلك هو التواصل فيما ذلك من خلال الكليشيهيات والقوالب النمطية والأحكام المسبقة. يمكن أن يكون النقاش مسرحا للمواجهات وسوء الفهم الذي يأتي من الوسائل المستخدمة في هذه العلاقة. اللغة والكلمات التي نستخدمها تنطوي بالفعل على بعض الغموض، والكلمات التي نبتكرها ليست دائما شديد المهارة. غير ما تهدف المناقشة كنقاش إلى إقناع الجمهور وهزيمة الخصم بكل الوسائل اللفظية والتواصلية الممكنة، يصبح النقاش هو المجال وأداة التلاعب البلاغي. في مواجهة هذا التناقض يطرح سؤال بعد ذلك حول معرفة الظروف التي يمكن أن تؤدي المناقشة في ذلك إلى الحقيقة أو إعادة ظهورها. ثالثا تحت أي ظروف يكون النقاش مصدرا للحقيقة؟
أولا الالتزام بقواعد المنطق وصحة الكلام ضروريا لتلافي الأخطاء وسوء الفهم، وبالتالي نبذ الحديث الكسول أو حوار السم الذي يمكن أن يؤدي إلى صراعات. لكن هذه الصفات الشكلية ليست كافية، لأنه يمكن إساءة استخدامها. يجب أن تهدف نوايا المتحدثين إلى ظهور الحقيقة والقناعة وحقيقة الفوز معا، والتي ترض أن المحاورين يعتبروا أنفسهم أصدقاء محتملين من خلال حبهم للمعرفة. ثالثا، من الضروري الحفاظ على الاهتمام الدائم بقبول استجواب وتنميته باتباع مثيل قابلية التفنيد النظريات العلمية وفق لكار بوبر. خاتمة المناقشة يعني في حد ذاته ليست مصدرا للحقيقة بطبيعتها، ولكنها تكشف عن الشاشة بقدر ما تمثل يعني ما يخفي، ولكن أيضا ما يظهر. في المقابل تبدو المناقشة كشرط البحث عن الحقيقة، بدونها يتحول الخطاب إلى عقيدة ويتظل تلاعب الخطاب غير نقدي. لهذا السبب يبدو من الضروري تنمية المناقشة وفقا لقواعد المنطق والاسترشاد بالاهتمام بالحقيقة، الحقيقة التي لا تصح إلا لأنها تقبل المناقشة. لكن لا تمثل المجاهرة بالحقيقة مصدر إزعاج للسلطات. ما العمل؟ شكرا جزيلا لحسن انتباهكم. هذه يعني مداخلتنا حول المناقشة يعني في علاقة كمصدر للبحث عن الحقيقة. إلى اللقاء.